أخي يمتلك 20,000 ريال ولم يزكي عنها. نعم. يقول تقول أخي يمتلك 20,000 ريال ولم يزكي عنها منذ 5 سنوات، فما مقدار الزكاة فيها؟ وهل يجوز لي أن أخذها للحاجة؟ إذا الزكاة واجبة فيها كل سنة، تزكى السنة الأولى يؤخذ ربع العشر منها 2.5%، السنة الثانية تخفض زكاة السنة الماضية يزكى الباقي، السنة الثالثة تخفض كذلك الزكوات الماضية ويزكى الباقي حتى تنتهي السنين. وأما أنك تأخذينها فهذا لابد من إذنه، إذا أذن بها أذن لك بأخذها والانتفاع بها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فهي ماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.